شائعات انطلقت منذ أيام عبر منصات التواصل الاجتماعي تروج بعدول وزارة الداخلية الكويتية عن قراراتها بشأن تطبيق مخالفة سحب السيارات المخالفة لمدة لا تتجاوز الشهرين، الأمر الذي دعا الوزارة لعقد مؤتمر صحفي اليوم للحديث حول الإجراءات المتخذة لبعض المخالفات المرورية وتوضيح وتصحيح ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مغالطات. وبعد بدء المؤتمر الصحفي بلحظات أطلق المغردون في الكويت هاشتاغ عودة قرار حزام الأمان. المغردون تداولوا تحت الهاشتاغ مقاطع من المؤتمر الصحفي شملت تصريحات كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور فهد الشويع ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنية العميد عادل الحشاش، اللذين أكدا عدم التراجع والتأجيل لتطبيق قرار حجز المركبات والغرامة المالية. كما تداول المغردون قائمة بالحالات التي يتم فيها سحب المركبة. آراء المغردين تفاوتت بين مؤيد تأييدا كاملا لقرار الداخلية وبين المؤيدين مع التحفظ على جزئية استثناء بعض الفئات من تطبيق القرار، مطالبين أن يكون تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وأن الالتزام بالقرار هام ولكن يجب أن لا يكون تنفيذ القانون متفاوتا، ومصطلح الحالات الإنسانية مصطلح واسع غير محدد التفسير.